كان متزعمها تيتو ودول اوروبا الشرقيه. فقال اوكي نعمل قياده جماعيه وتشكل مجلس الرئاسه، ورئيس الجمهوريه تنازل عن سلطاته لهذا المجلس. كان بيتكون من 7 افراد. جمال بقى المجلس ده في التوثيق ان لما قامت ثوره اليمن كان في جلسه على طول في المجلس، وقالوا بقى انهم بعتوا يطلبوا تأييد مصر. اول خطوه اتعملت اتغيرت برنامج اذاعه صوت العرب لتأييد ثورة اليمن. راحوا بعتين تاني يوم وقالوا لا ده احنا محتاجين لمساعدة عسكرية، لأن فيصل تبنى الإمام وابتدى يحشد قوات في شمال اليمن. ضد مصر؟ لا مش مصر، كانت لسه ما دخلتش. ده ضد ثورة اليمن. فهنا بقى اللي حصل إنه كانوا فاكرين ان احنا لو بعتنا 300 ضابط مثلا نط بالباراشوت وكده اليمنيين هيجروا. ما حصلش، بالعكس فيصل بقى ابتدى يحشد قوات. ومش بس كده، اول اسبوع من حرب اليمن في 2 طيارين سعوديين لجأوا الى مصر، والرئيس قابلهم والحقهم بالقوات الجويه المصريه، قالوا احنا ما نقدرش نضرب القوات المصرية. فيصل عمل ايه؟ استعان بالمرتزقة. فكانوا الانجليز بيطلعوا له مخصوص طيارين من القوات الجوية البريطانية ويقولوا دول مرتزقة. فبعديها باسبوع قائد القوات الجوية الاردني ومعاه برضو 2 راحوا سايبين لجأوا بطياراتهم الى مصر، وبرضو الرئيس قابلهم وهكذا. فهي كانت حرب غريبة جدا، يعني محدش عايز يحاربنا. يعني الامريكان بقى لما وجدوا الملك فيصل يعني مصمم على ذلك ساعدوه وبعتوا له صواريخ هوك، وكان في مدمره دايما بتبقى قاعده في جنوب عدن وكده. فالحرب دي استمرت بيننا وبين السعوديه 5 سنين. انا الحقيقه قريتها بالتفصيل يوم تقريبا يوم بيوم. استمرت 5 سنين، وكانت في 3 محاولات من جانب الامريكان لانها برضو نفس السبب اللي خايفين من تاثير مصر على السعوديه والجنوب الى اخره. فشلت كل المحاولات، فشلت في الاخر. الامريكان قالوا طب، السفير الامريكي جه قابل الرئيس وقال له طيب ما تحاول تقابل فيصل على مركب حته محايده يعني. هو بقى قال ايه مركب ايه؟ راح رايح هو على طول بالطياره جده وقابل الملك فيصل وعمل اتفاقية جد. ما فيش كم يوم راح نقضها. فظلت الحرب بقى مستمرة 5 سنين بيننا وبين السعودية. بقية اليمن بقى أنا ليه يعني عايزة أقولها بالتفصيل، لأنه محدش عارف حاجة عندي. يعني أنا الحقيقة وجدت صعوبة إن أنا أجيب كل المعلومات دي. فضلت هذه الحرب لغاية ما قامت 67. الحاجة بقى اللي زعلتني قوي قوي، ووالدي طبعا عرفت بعد كده انه زعل قوي منها، ان يوم 5 يونيو لما اليهود ضربونا السعوديين ضربونا في اليمن، لان كانت الاشتباكات مش مستمره، كانت وقتها الاشتباكات واقفه. يوم ما انضربنا يوم ما ضربونا. اذا في اليمن، في اليمن. فهي كانت حرب يعني سيريس، يعني ما كانتش مجرد حاجه كده والسلام. وبعدين بقى اللي حصل بعد كده، طبعا بعد 67 كان عندنا 30,000 جندي في اليمن بأسلحته، وكنا عايزينهم. الرئيس مرقش قال لا، احنا لو خدناهم كل الوطنيين اللي في الجنوب وفي الخليج هيدبحوا، لان احنا اللي كنا بنساعدهم، مصر هي اللي كانت بتساعدهم. فما سحبش، سحب بعض القوات لكن ما سحبش جميع القوات الا لما الانجليز اعلنوا الانسحاب من عدن، دي كانت اهم قاعده لهم في هذه المنطقه، ومن الخليج اعلنوا من عدن الجنوب بس 8 يناير 68. بعد كده احنا سحبنا القوات. فبالنسبه لموضوع اليمن ده الحقيقه يعني هو موضوع مهم جدا، ويبين ما هو اصل احنا بنقول قوميه عربيه وبنقول تقدميين وكده، ما احنا لازم ندفع الثمن. يعني هو كان ثمن غالي شويه ماديا، لكن ما كانش لنا شهداء في اليمن الا محدودين.
أنا زرت اليمن من حوالي 15 سنة كده. الحقيقة عامل لهم احترام كبير جدا، يعني المقابر بتاعتهم، هم اليمنيين ما ينسوش أبدا الدور اللي عملته مصر، نقلتهم من قبل الميلاد إلى القرن العشرين. فلو ليك أي حاجة تسألها بقى عن اليمن أو غيره أستاذ. يعني دكتورة هدى، حضرتك خريجة دكتورة في الاقتصاد والعلوم السياسية صح؟ أي. واشتغلتي مع الوالد في مكتب، في مكتبه سنة بس، سنة واحدة. الهزيمة بقى بتاعت 5 يونيو في المذكرات بتاعت حسنين هيكل بيقول ان الرئيس قال اليهود هيضربونا في 5 يونيو، ده صحيح؟ في جلسة بتاريخ 2 يونيو مع قادة القوات المسلحة في الجيش، يعني في قيادة الجيش، وقايل لهم كده. وهو يعني حتى بعد كده بيقولوا هم دول القادة دول بعد كده مشوا. هو ايه يعني بيعرف الغيب؟ مش مسألة غيب، قراءة الأحداث، التطورات اللي حصلت في إسرائيل، وديان ويجي مناحم بيجي كل ده، وبعدين حشد القوات الإسرائيلية. إسرائيل يعني قواتها كلها احتياطي، ما تقدرش تستمر في الحشد ده لمدة طويلة الكامل. يعني كان في قراءات قال لهم النهارده حصل كذا وبكره كذا ويوم الاثنين هيهجم. هما استهتروا الحقيقه. هو قال حتى موجود في الكلام اللي هو بيشرحه لما جه بوماديا في 10 يوليو 67 شهر، قال هما استهتروا. وطبعا في حاجتين انا لغايه دلوقتي مش قادره افهمها، ان يوم 5 يونيو الصبح المشير راح يزور القوات في سيناء، وبالتالي المدافع كلها كانت موقفة، في تعبير عسكري مش عارفة يعني، بس ما تقدرش تضرب بأوامر من المشير. لا بأوامر من الجيش، ده طبيعي، ده أمر طبيعي. في حاجة اسمها صمت دفاع جوي. أيوة صمت دفاع. أيوة لما يبقى قائد الجيش في طيارة ما حدش يضرب، دي حاجة. والحاجة التانية كان في سهرة مع الطيارين ليلة 5 يونيو، يعني حاجات كده غريبة. انا اعتقد السبب لا في خيانات ولا حاجه، لكن السبب هو الاستهتار والغرور، وده الكلام اللي قاله الرئيس، الاستهتار دكتورة هدى. الوالد كان بيحب يشاهد الافلام السينمائيه كل يوم في البيت تقريبا، يعني يعني في وقت فراغه يعني او هكذا. الوالده في كتابها قالت ايوه، وساعات لما يجي له تليفون يقول لها كملي انت الفيلم وانا حاجي بعدين ابقى كمل. ما يجيش حتى. كان بيحب افلام الكاوبويز صحيح؟ كان بيحب الافلام الغربيه دي الكاوبويز. هو كان بيحب الافلام اللي ما تخلوش يفكر، يقول انا عايز ارتاح، فيلم يخليه يرتاح. الافلام دي كلها ما فيهاش مشاكل. هل صحيح ان فيلم شيء من الخوف اتعرض على الرئيس عبد الناصر علشان ناس قالوا له شخصيه عتريس مفروض ان دي شخصيه جمال عبد الناصر، فهو طلب مشاهده الفيلم؟ هم اساسا الدكتور ساره دعكاشه منع الفيلم. منع الفيلم؟ كانت منع اوريدي، فهو طلب يشوفه، احنا شفناه معاه. هو طلع على طول، انا يعني سمعت المكالمه، طلع وكلم الدكتور سعد قال له لو كنا احنا عصابه يبقى نمشي بكره. ماشي اعرض يعني احنا مش عصابه يعني. فتعرض الفيلم عادي كده، والحمد لله انه تعرض على فكره يا استاذ سمير، لسبب لان اخترعوا حاجات بقى الوقت اللي كان الهجوم الشديد جدا على والدي، اخترعوا حاجات كتير قوي حتى ما حصلتش. فلو كان ده كمان اتمنع كانت بقت قصه كبيره يعني. وقتها حصل انفراد من ناحيه الرقابه، يعني فيلم صرصره فوق النيل وميرامار ونقد للاتحاد الاشتراكي والى اخره، هل الوالد كان بيوصل له النكت اللي بتتقال عليه او على النظام؟
كان بيجي له تقرير النكت ده يوم، يعني مش يوم، كل كام يوم التقرير بالنكت اللي في البلد. بس هقول لك حاجه، هو قالها بنفسه لما حصل بعد 67 ابتدت النكت على الجيش. على الجيش ودي اول خطاب له في 23 يوليو 67 تناول هذا الموضوع، انه ده المهم، لان في شهداء، في ناس ماتت، والنكت ابتدت تتملي في البلد. هو حتى لما كلمهم قال لهم انا عارف احنا طبيعتنا المصريين، كل واحد يقابل التاني يقول له سمعت اخر نكته، وانا كمان الناس بتقولي كده، بس احنا دول ولادنا. وقفت النكت خالص على الجيش. فغير كده بقى كان في نكت بقى على كل السياسه من اولها لاخرها، دي كانت بتوصل له. طبعا هو كان بيهتم بالنكت، كان بيهتم برسائل المواطنين. وتلاحظ بقى ده، يعني انا لاحظتها في جلسات مجلس الوزراء اللي كان بيرأسها بعد 67. فمثلا وزير يقول حاجة يقول له لا، ده أنا جالي جواب بيقول كيت وكيت وكيت، واحد تاني يقول كذا، يعني قاعد عارف الناس عايزة ايه والناس حالتها ايه وإلى آخره. فهنا كانت في علاقة أخرى برضو بينه وبين الناس من خلال هذه الجوابات. وأنا فاكرة لما شغلت معاه مرة كده دخل لقاني قاعدة بقرا بقى، قال لي انت بتقري ايه؟ فبقول له بقرا تقرير رسائل. قال لي الله، هو انت فاكره ان كل الرسائل اللي بتجيلي رسائل يعني مدح ومعرفش ايه؟ طب تعالى. راح داخل جاب لي ملف كده كله بقى رسائل الشتايم ورسائل الهجوم. وقال لي لازم تبقي عارفه ان في كده وفي كده. وبيقرا رسائل الشتايم؟ ايوه بيقرا كله. حضرتك لما بتقري بعض الكتاب او بعض المقالات بيقولوا ان الرئيس جمال عبد الناصر اتسمم وموتوه بعد مؤتمر القمه اللي هو كان بيحضره، تعليقك ايه يا دكتوره؟ هم فعلا العرب موتوه، صدقني. انا قريت لغايه اخر لغايه قبل المؤتمر ده، لغايه سبتمبر 70. بصراحه ما قريتش ما بعد ذلك. كوم قد كده، الجلسات والمباحثات مع العرب والفلسطينيين بقى، هم دول الموضوع، ولا سم ولا اي حاجه، الارهاق وحاجه. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ انا دول لسه ما قريتش التفاصيل، مش قادر اقراهم الحاجه، فاجبتهم شويه. اللي كانوا بيقولوا المطلوب ان يعني نقاتل لاسترداد فلسطين لاخر جندي مصري، مش هو قال لهم كده؟ يعني انا فاكره اخر مقابله له قبل، يعني قبل موضوع المؤتمر الاخير ده. ف مش عارفه انتوا عايزين تسمعوا تفاصيل ولا ايه؟ يعني لا، يعني هو اللي حصل، حضرتك موجوده. لا يعني انا عايزه اقول الجديد، مش عايز يعني اللي حصل ان مصر لما قبلت مبادرة روجرز، قبلنا المبادرة دي في أغسطس 70. فالدول طبعا سوري، العراق، الفلسطينيين والجزائر هجمونا بشدة قاسية، فيها برضو تجاوز حد. وإيه؟ وبعدين الرئيس طبعا اتخذ إجراءات، يعني مثلا راح اجتمع بمبادر قال له انت على بعد 4000 كيلو وعايز تقول حرب شعبيه، واصلهم مش كانوا يعني كان وقتها مصر بتنادي ازاله اثار العدوان، دول يقولوا لا ارجع ارض فلسطين. يعني ايه ارجع فرق؟ يعني يقول لهم يعني عايزيني ايه؟ هاجم تل ابيب؟ عايزين تاخدوا تل ابيب؟ طب خدوها انتوا بقى، احنا قال لهم في الاخر احنا خلاص خدوا جيوشكم انتوا، لموا بعض وروحوا استردوا تل ابيب، واحنا هنغير اسم الجمهوريه العربيه المتحده ونرجعوا جمهوريه مصر. من كتر ما جننوه. وبعدين مثلا الفلسطينيين كانوا بيشتمونا من اذاعتهم اللي هي عندنا من القاهره، قفلها لهم. الطلبه الفلسطينيين في الجامعه
كانوا بيشتغلوا في وسط الطلبة المصريين بيهيجوهم وكده طردوا. شايف؟ هي فترة قليلة بس أكتر حاجة الحقيقة أخيرا يعني استغربت لها المقابلة بتاعته مع ياسر عرفات. مع ياسر عرفات الطلب يقابله بقى. فجه ياسر عرفات أولا اتأخر 3 أيام، الرئيس خد باله طبعا إنه ما جاش على طول. بعدين مقابلة أنا هحطها على فكرة بكرة على الموقع عشان تقروها. مقابلة عجيبة الشأن. قال لهم بقى الكلام اللي أنا قلته ده وتفاصيل طبعا زيادة. طب أنتوا عايزين إيه؟ أنتوا كذا، أعملوا اللي أنتوا عايزينه وإحنا بعيد وكذا. قام ياسر عرفات يقول له إيه؟ طب أنت دلوقتي لو بمبادرة روجرز حليت الموضوع بالسلم، طب إحنا مصيرنا إيه؟ المقاومة. مقاومة إيه بقى إذا كان في حل سلمي؟ ما هو معناه إن أحد يعني مش عايزين يتصفوا. ولذلك وهو قالها بعد كده بقى في اجتماع بعد المقابلة دي، قال دولت ناس مغرورين وأنانيين، دول بيقولوا طب لو حصل استردينا الأرض بالسلم إحنا هيكون مصيرنا. وهم لغاية دلوقتي بيقولوا نفس الكلام. أيوة. وقاعدين لغاية هم مش عايزين يحلوها. أيوة، لأن الفلوس اللي بيقضوها وكل ده مش عايزين يحلوها خالص. يعني أنا الحقيقة المقابلة دي كانت صعبة أوي. هحطها لكم على الموقع بس مش بكرة، بعد يومين عشان أرجعها. بعد دكتورة هدى، معلوماتك إيه على إن الرئيس عبد الناصر هو اللي قال لعبد الوهاب وأم كلثوم لازم تشتغلوا مع بعض وتطلعوا لنا غنوة فطلعت انت عمري؟ ده حقيقي. هو اللي اصر عليك؟ ايوه، هو اللي صالحهم على بعض. صالحهم؟ ايوه. هما كانوا كل واحد في ناحية، يعني محدش بيقول على التاني حاجة. ولكن كان في نوع من الجفاء بينهم. بس الرئيس كان بيحب ام كلثوم، يحب يسمعها جدا. كانت بتزوركوا في البيت؟ ايوه. كان بيحب ايه اغاني ليها يعني؟ شوف كل اغانيها يعني. كان يقعد يسجل بنفسه الحفله بتاعتها عن طريق زمان بقى الشرايط الكبيره. كان بيسجل الحفله ويسمعها باستمرار. طبعا كان بيحبها جدا. ويشغل ام كلثوم وهو في البيت في مكتبه؟ لا المكتب لا، وهو في اوضته. في اوضته يعني. كان بيحب فريد الاطرش ايضا. وفريد وعبد الحليم طبعا. دول مش حكاية الأغاني الوطنية بس، لا أغانيهم العادية يعني. كان مستوى جميل. الرئيس اهتم بالجيش بعد الثورة، بعد 52 وبعد ما بقينا جمهورية في 54 يعني. في 3 وطلب الأفلام تتعمل على الجيش اللي هو إسماعيل ياسين في الجيش. واسماعيل ما تقليش يعني شجع عشان الناس تؤمن بيه. هو اتفرج على الافلام دي. ما افتكرش كان بيحب اسماعيل ياسين. كان بيجي لنا الافلام دي طبعا الكوميدي كمان. اه ما هو اذا كان بيضحك على النكت اللي بتتقال عليه فاكيد. ال 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 اللحظات الاخيره حضرتك كنت موجوده في البيت؟ ما تسألنيش عليها. مش هسألك عليها. خلينا احنا كده جلسة جميلة. يعني نختار حتى لو كانت هزايم بس بلاش اليوم ده. بلاش اليوم ده طبعا. انا عايز اترك للسادة اللي موجودين اللي يحب يسأل الدكتورة هدى أي أسئلة أهلا وسهلا، الميكروفون ينتقل إليكم. الدكتورة صلاة. نعم. أفندم. تفضل. مساء الخير. أهلا. أنا العطار عصام شرف، عضو مجلس إدارة جمعية فناني مبدع اسكندرية. أنا كنت في الكلية البحرية وكنت أول دفعتي، وفي نظام في الكليات العسكرية إن أقدم طالب في السنة النهائية بيبقى هو المسؤول عن الكلية. حضرت فترة كان في
اخو حضرتك عبد الحميد. عبد الحميد ف لان كان في سنه تانية وانا في سنه رابعه، ولقيت ان في كان في نظام ماشي قبل كده، كل واحد والده مسؤول فبيتعامل في الكليه معامله خاصه، فلكونه ابن الرئيس فانا كنت بتعمد ان انا اجي عليه، وكنت بتعمد ان انا اديله جزاءات هو عامل الجزء هيجي فيك يا مدي. فأمانة ربنا ما عمروش اعترض على اي حاجة ابدا، مع ان يمكن لو كان قال اي كلمة كان مدير الكلية كان فصلني. لا 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 وفي يوم من الايام ما نسهوش برضو ابدا، والدة حضرتك جات تزوره في الكلية. انا كنت معاه. ما دخلناش الكليه، دخلنا بره. ايوه كنا في الشارع بالظبط. عارفه ليه حضرتك؟ الكليه عملت استعداد يفتحوا باب كبار الزوار عشان يدخلوا الوالده، رفضت الوالده، طلعت لنا بره. اذا بس تسمحوني هاتهولي بره. ايوه ده بعد الالبانيوم الاولاني مش كده؟ بالظبط. عشان كان حالق شعره. ايوه. ايوه. فاللي اقدر اقول لحضرتك في الفتره ديت وفيما بعدها، يعني كل واحد والده في اي موقع مسؤوليه ومهما كانت صغيره اول حاجه بيقولها انت ما تعرفش انا مين، ما تعرفش انا ابويا مين، الكلام ده هو. لا ما ده اللي بيحصل بامانه، يعني ما عمرناش سمعناها من ولاد الرئيس الكبير عبد الناصر، ما شفناش ابدا رغم الدور العظيم لوالدة حضرتك كأم، ما شفنا لهاش مناظر بتعملها في المجتمع وفي الحاجات اللي شفناها في اجيال بعد كده. دكتور خالد الله يرحمه كان منتهى السهولة لو قال عايز ابقى الرئيس كان هيبقى الرئيس. ما كانتش مطروحه اصلا. فالمهم يعني انا عايز اقول ان ما تمش استغلال وضع الرئيس بالنسبه لاسرته. انا سؤالي لحضرتك، هو كان دوره كاب في النقطه دي بالذات كان بيوجهكم ان ما تستغلوش منصبه، ولا ده كان جزء من التربيه العامه في الاسره؟ لا ده كان عادي، محدش فينا عمل حاجة وقال له انت عملت كده ليه؟ لا ما حصلش. ده كان العادي يعني. اولا احنا كنا في مدارس حكومية ببلاش، يعني كل حياتنا كانت عادية، يعني ما فيهاش اي تدريس. عربي العربي الحكومية. عارف انا عايز اقول لك حاجة، كل اعضاء مجلس قيادة الثورة تقريبا طلعوا اولادهم من المدارس الحكومية ودخلوا في مردديو والامريكان كوليدج. الا الرئيس قال لا، فضلنا لغايه انا ما خدت الثانويه العامه مدرستي العربي. امال اتعلمتي حضرتك انجليزي وفرنساوي منين؟ في المدرسه ابتدينا طبعا، في المدرسه. في المدرسه الحكوميه؟ الحكوميه كنا بناخد انجليزي من الاعدادي والفرنساوي في الثانيه ثانوي وثالثه ثانوي. وبعديها قويت الواحد بقت قوي. بعد كده بس الاساس موجود. حضرتك قابلتي شخصيات من الـ يعني نيلسون مانديلا مثلا قابلتي؟ قابلت ده بعد والدي طبعا. بعد والدي؟ قابلته انا ثلاث مرات. قابلته مره كنت هو جه مره الاول الجامع زار والدي، ما كانش رئيس. اول ما طلع من السجن جه علينا في مصر وزار الضريح بتاع والدي. وبعدين بعد كده بقى كانت صدفه جميله ان زميلتي دكتورة من مشيرة خطاب كانت سفيرة هناك، فعزمت أنا وأصدقاء يعني رحنا تريتوريا. لا هو لما رحنا هناك جنوب أفريقيا أنا قلت لها يا ترى أقدر أقابل الرئيس مانديلا؟ قالت لي خد لك معايا. قابلته بقى كان في كيب تاون. هايل راجل جميل. عارف قال لي إيه؟ قال لي أنت عارفة أول ما جمال عبد الناصر
اعلن تاميم القناه انا في الزنزانه. زنزانته كانت حاجه قد الترابيزه دي كده. قال لي انا مشيت لغايه الشباك وبصيت كده وقلت اذا كان هو عمل كده يبقى احنا هنحرر جنوب افريقيا. راجل جميل ورقيق الاحساس الحقيقه، وطبعا ليا صور معاه. بعد كده بقى لما بقى رئيس وزارة مصر جه برضو عشان بيختارونا عشان نروح نستناه في الجامعة وكده، فجه برضو زار والدي. الرئيس اهتم قوي بأفريقيا والحركات التحررية في أفريقيا وأسيا، كان هو بيساندها كلها. بالذات أفريقيا كانت أكتر. أيوة. والحياد الإيجابي والدول عدم الانحياز، نهرو وتيتو وسكارنو. أيوة. مجموعة. شفتي تيتو؟ قابلت تيتو؟ طبعا كذا مرة، ورحنا يوغوسلافيا مرتين. ايه البلد اللي كان مفروض الرئيس مرات الرئيس اللي انتوا بتزوروه تحط ايدها في ايده وهو يحط ايده في ايد والدتك وهو رفض؟ اليونان. في اليونان؟ اليونان بعت واحد عشان البروتوكول بتاع الزيارة. اولا طلبوا ان هو يلبس البدلة بتاعة زمان دي، السواري دي بتاع زمان. رفض. بعدين طلبوا بقى الطلب بتاعك، رفضوا. انا مش راضي عشان هم عندهم بقى كالتقاليد الملكيه اليونانيه، فقالوا له لا اعمل اللي انت عايزه. وفعلا دخلت والدتي مع الملكه فريدريكا، ووالدي دخل مع الملك اوبر عشان ما يخش الشغل. احنا سعيده بقى، ما ينفعش. ما تمشيش معاك. عايز تسمينا؟ نعم انا جاهزه فندم. أنا عبد الصمد عضو القوى الصحفية. إحنا عارفين الرئيس كان حاسم وقوي، لكن ظهر وجه آخر ليه، هو الرومانسية في خطاباته مع الوالدة بأيام حرب فلسطين. جيت تتكلمين عليه؟ أنت قريتها الخطابات؟ أنا يعني حضرتك صرحتي بأكتر من أيوة كده. مظبوط. الحاجة التانية سؤال، إيه اللي أنت كنت جاية النهاردة تقوليه جديد وما قلتهوش؟ حياتك كله جديد. انا يعني اولا انا مش هقول جديد، انا كل الجديد حطاه على موقع مكتبه اسكندريه، ولكن في اشكاليه خلتني ما احطش الا لغايه اخر 67. اولا 67 كنت عايزه احطها ضروري علشان تبقى اسرع ما يكون في ايد اي صحفي اي باحث الى اخره. في عيد ميلاد المئة، فأنا الوثائق بتاعت والدي دي أنا لقيتها شرايط، يعني في مكتبه شرايط. هو كان بيسجل جميع الاجتماعات، سواء اجتماعات مجلس وزراء، هو كان رئيس وزارة بعد 67، وكان رأس الوزارة فترات الأزمات قبل 67. فكانت دي يعني مجلس الرئاسة اللي كلمتكم عليه كله موجود شرايط. فاحنا دي مهمه مش سهله، بنفرغ الشريط، فتاخد العمليه بتاخد كذا خطوه. اولا بنفرغ، واحد بيسمع ويفرغ الشريط، واحد تاني بيسمع ويراجع على التفريغ، وبعدين نبعت ده لمراجع اللغه العربيه، وبعدين يجي لي انا براجعه مش عشان حاجه، ما بشيلش حاجه، لكن في مشكلة اللي هي علامات الترقيم في اللغة العربية. علامات الترقيم سهلة في الفصحى لأن الجملة معروفة، مبتدأ خبر فاعل مفعول به، إنما في العامية ملهاش قواعد. فإذا كان اللي بيحط علامة الترقيم مش فاهم الكلام كويس، ممكن علامة الترقيم دي تغير المعنى تماما. يتغير. فعشان كده أنا يعني لما لو فوق بدل تحت. أيوه تغير المعنى. ولذلك انا كنت براجع. فانا الحقيقه يعني كنت عملت سلسله كتب اللي هي جمال عبد الناصر الاوراق الخاصه، وكان فاضل الكتاب السادس اللي هو 67 70، فتره طبعا غنيه جدا وفيها وثائق كتير جدا، وعمل عسكري وسياسي واقتصادي وداخلي وخارجي ومظاهرات يعني كل حاجه موجوده. فانا وقفت لغايه اخر 67 في المراجعة اللغوية دي،
وخلصت كله وخدت النوتس بتاعتي كتبت الكتاب. دلوقتي انا ابتديت 68 بقى المراجعه اللغويه. فانا دايما اقول ساعات المعارضين بينفعوا الواحد كويس قوي. كنت في ندوه بتاعه 1919 كانت عاملاها وزاره الثقافه 100 سنه على ثوره 19. فبصيت لقيت حد من اللي هم يعني اقدر اقول للمعارضين او اعداء الوالد، مش اعداء، معارضين. فجي قال لي قولي لي الحاجات اللي انت منزلاها على الموقع دي ايه بقى متدخله فيها في ايه ولا ايه؟ قلت له انا ولا شلت كلمه ولا حطيت كلمه. وانت لما تقرا هتلاقي في بعض الجلسات يعني يفرحوا بيها قوي المعارضين، لانه عمل نقد ذاتي شديد جدا في فترات كثيره قبل 67 وبعد 67. بس طبعا الكلمه دي قلت الله، طب ما انا عندي الجلسات دي كلها بالصوت. فعلا بعتها لمكتبه اسكندريه، انا هشوفهم بكره وهننزل بقى الجلسه بالمكتوبه وبالصوت زي ما عملنا في الخطب. الخطب عملنا نفس الشيء، الجلسه الخطبه مكتوبه واوديو لغايه سنه 60، وبعد 60 في فيديو لان التلفزيون في مصر اتعمل سنه 60. ف يعني اللي انا عايز اقوله باختصار احنا ما تدخلناش في اي حاجه، كل حاجه ممكن. انا الوقت بقى بسرعه عمال اشتغل 68، الباقي بقى اكمل عشان للباحثين. الحقيقه انا هدفي كله بالدرجه الاولى قبل حتى الصحفيين الباحثين. ليه؟ كنت بروح احضر مناقشات رسائل الدكتوراه في الفتره دي والاقي المراجع كتب. على فكره بره ما يمرروش رساله ابدا مراجعها كتب، ويقولوا عليها دي من مرجع من الدرجه الثانيه. يجب ان يكون المرجع يا اما وثيقه من الحكومه يا اما مقابله مع شخص من الاشخاص من اصحاب من الفاعلين يعني السياسيين الفاعلين. ولكن احنا في مصر كانوا لكن طبعا انا انبسطت قوي الحقيقه، لانه في ندوه 1919 لقيتهم كلهم بيرجعوا للايه؟ للموقع بتاع مكتبه اسكندريه، كله واخد المراجع الاولى. وانا حاطه كمان الوثائق البريطانيه والامريكيه. الامريكيه اسهل لانها انا جايباها من على النت. الامريكيه صعوبتها انها كتير قوي وعلى مستويات كتير. انا حاطه قواعد معينه في الوثيقه الامريكيه ما بجيبش غيرها، مقابلات الرئيس مع السفير الامريكي، مناقشات مصر في وزاره الخارجيه الامريكيه بحضور الوزير وليس اقل من ذلك، والمناقشات عن مصر في الاوفل اوفيس بتاعت رئيس الجمهوريه بحضوره، والسي اي اي. سي اي اي قليله قوي يعني، مخابرات قليله، لكن بس كده. لكن لو دخل حد بقى من غير ما يحط قواعد زي دي يغرق بقى. الامريكان منزلين كل حاجه. الوثائق البريطانيه بقى صعوبتها مختلفه، مش منزلين حاجه على النت. انا رحت بريطانيا كذا مره وصورت وجبت هذه الوثائق عشان كنت بشتغل قبل الثوره، كنت بشتغل على الفتره من 36 ل 52، فعندي الوثائق دي كلها. وبعدين جبت الوثائق بقى بعد كده الخاصه بوالدي، وصلت لغايه سنه 72. فبعتبر الوثائق البريطانيه دي مهمه قوي لسبب، لانه مكلفه جدا. يعني لو طالب حتى عنده بعثه صعب. ليه؟ لانه لازم يتذكر ويقيم ثم يصور. كان وقتها بقى من كام سنه ب 40 قرش استرليني الصفحه، غالي يعني. كل ده الحمد لله انا حتى اكتر من 4000 صفحه من الوثائق البريطانيه عن مصر، وبعدين الامريكيه اكتر بكتير. وطبعا اللي عايز من الامريكيه حاجات ازيد يقدر هو يخش على النت. الامريكان معاهم فلوس اكتر في الحاجات دي اكتر من الانجليزي. اي اتفضل. طبعا لما رحب بحضرتك، انا عادل كامل عضو جمعيه ورئيس سابق للروتري سمير بيه. وفي سؤال حقيقه عايز اتكلم فيه
اللي هو لحظة فارقة في تاريخ مصر، وقت الهزيمة وعلاقة الرئيس الله يرحمه بالمشير. النقطة دي ضروري عند حضرتك نقط عليها تعليق. مش نقط، عندي بالتفصيل. طيب شكرا. أي لا، أنا هقول لك حاجة. طبعا يعني 67 ل 70 دي كانت سنوات قاسية، لأنه 67 جيشنا كله كان راح، وإعادة بناء الجيش من جديد ما كانتش عملية سهلة من ناحيتين. من ناحية التدريب، فريق فوزي لازم نذكره بكل خير الله يرحمه، ولأن هو اللي كان ماسك عملية، بيقود عملية التدريب. ده قعد 3.5 سنين ما روحش بيته. وبعدين عملية السلاح، يعني الاتحاد السوفيتي برضو علاقتنا بيه ما كانتش سهلة قوي في استيراد السلاح، يعني مرت بمراحل ممكن أتكلم فيها فيما بعد. بالنسبة لموضوع المشير، موضوع المشير واضح جدا. يعني هو الرئيس لما رجع 29 يناير، المشير كان عايز يرجع والرئيس رفض، ومن هنا قام الخلاف الشديد اللي كان بينهم وتحول إلى عملية عسكرية في الآخر، مؤامرة لقلب نظام الحكم. دي موجودة بلسان الرئيس في الوثائق الموجودة على المكتبة بتوع 67، لأنه هو اتكلم في مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا عن الموضوع. يعني كانت كذا جلسة، افتكر 5 جلسات أو حاجة، كان يبتدي الجلسة ويقول أنا عايز أتكلم أقول لكم إيه اللي حدث من تطور في هذا الموضوع. فلغاية بقى هو المشير اتوفى في 14 سبتمبر 67. ففي جلسة بتاعت 17 سبتمبر وزير العدل تقدم بتقرير عن هذا الموضوع بالتفصيل، اللي كان عصام حسونة وقتها وزير العدل. فأنا مش عايز أتكلم في الموضوع لأنه بيقولوا بتقولي رأي. أنا عمري ما بقول رأي، حتى في كتب ما أقولش رأي، أنا بقول حدث وبجيب الوثيقة التي تدلل على هذا الحدث. هقول رأيي بتاعي، يعني ما من أنا لأقول رأي أو أي حد. اللي عايز يقول رأيي بقى ده بيبقى بيعمل في السياسة، وعايز يقول رأيي دي حاجة تانية. فاللي عايز يعرف موضوع المشير بالتفصيل هو موجود في هذه، في جلسات مجلس الوزراء ولجنة التنفيذية العليا، وكلها موجودة على الموقع بقالها تقريبا 2 سنين. اللي انا عايز اقوله كمان ان انا لما نزلت الجلسات دي انا عملت لها قائمة محتويات لكل جلسة، علشان كل جلسة كان الرئيس يفتح مواضيع كتير. يعني انا فتحت مثلا الكابينت بيبرز البريطانية، لقيت طبعا مختصر جدا قائمة المحتويات دي، لكن احنا بقى نظمنا حاجة تانية. وبعدين الرئيس كان بيتكلم في مواضيع سياسية اجتماعية اقتصادية خارجية داخلية الاخر. وعشان كده انا عملت لكل جلسة قائمة محتويات الموضوع والصفحة، وبالتالي اللي عايز موضوع محدد وليكن مثلا موضوع المشير هيشوف الجلسة هيخش على طول على هذا الموضوع ويقراه، وبعدين يقرأ الجلسة نفس الموضوع في الجلسات اللي بعدين. يعني في تسهيل للباحث للاطلاع. ف يعني اللي عايز بقى يعرف التفصيل يقرا، وهو بعد كده يشوف رايه ايه او ملوش راي او الى اخره، بيأيد الكلام ده ما بيأيدوش، دي حاجه بقى ترجع للشخص. دكتوره هدى الابنه الاولى للرئيس، مش كده؟ الابنه الكبرى، قول الكبرى يعني قول السنين يعني كنت دلوعه بابا؟ لا، هو عمره ما فرق بيننا الحقيقه خالص. لا يعني، واصل انا بيني وبين اختي 1.5 سنة. انا عايزه بس اقول لك على حاجه لفتت نظري، عشان بس برضو يعني غريبه بالنسبه للي احنا عايشين فيه. اما بتقول ابنه وبنت، انا وانا بقرا الاوراق بتاعه والدي لقيت ان هو قبل حرب فلسطين، قبل ما مصر تخش حرب فلسطين، اول ما بدات الاشتباكات مع اليهود، لقيت انه راح زار مفتي فلسطين، كان بيته في مصر الجديده، وقال له انا عايز اتطوع
لحارب فلسطين ضد اليهود. فهو قال له أنا ما أقدرش أقول لك حاجة، لازم الأول يعني أسأل الحكومة المصرية وتوافق. فالمفتي سأل الحكومة المصرية ما وافقوش. أوكي؟ دخلت مصر الحرب يوم 15 مايو سنة 48. أقوم أفاجأ بأنه كان أول ناس راحوا حرب فلسطين. ليه عرفت إزاي؟ جدي بعت له جواب في العريش بيدعي له كده، وكاتب له وكاتب التاريخ 15 مايو 48. أنا استغربت، يعني أولاً كان عنده أسرة وبنتين وعايز يروح يموت، أصل دي حرب يعني. استغرب، لكن الأغرب من كده بقى لقيت جواب لذيذ قوي. جواب جاي إنه الدكتور ثروت عكاشة ما راحش مع الناس اللي راحت الحرب. فواحد بعت بيقول ثروت عمال يروح يمين وشمال عشان يلحق بكم في فلسطين، دي حرب. وهو برضو كان متجوز وعنده بنت وولد. وبعدين جواب تاني، خلاص ثروت الحمد لله خلاص وجد الموافقة وحيجيلكم. وبعدين سألت الدكتور أحمد عكاشة أخو الدكتور ثروت، قلت له قولي يا دكتور أحمد، استغربت قوي، دي حرب، دي ناس راحت تموت، إيه الحماس ده؟